كرم رئيس الصحراوي إبراهيم غالي الكاتبة الجزائرية الراحلة مريم عميمور بتوشيحها بوسام الجمهورية الصحراوية نظير مجهوداتها ودعمها للقضية الصحراوية العادلة ودعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال. حفل التكريم حضره بعض أفراد أسرة المرحومة وعدد من الكتاب والباحثين الأكاديميين إضافة إلى أعضاء الحكومة الصحراوية. التغطية لمحمد لجرب. التكريم الذي أشرف عليه الرئيس إبراهيم غالي اليوم لجهود الراحلة مريم عميمور لفتة كريمة للقاء جهودها، جهود هذه الشابة الراحلة التي رحلت في ريعان شبابها والتي أثرت المكتبة الجزائرية والمكتبة العالمية بكتاب قيم حول القضية الصحراوية، الشعب الصحراوي وتقرير المصير. أهمية كبيرة لهذا التكريم، نشكركم شاكر الشكر، نشكر الرئيس الجمهورية، وهذا يوم التقيت بالموجه النيرة هذه، نشكركم على حسن الاستقبال وعلى الكرم، وإن شاء الله نتلقى في يوم استقرار الاستقلال، هذا الاستقلال الصحراء، ونكونوا معاكم وإن شاء الله نفرحوا معاكم.